وإلى تفاصيل هذه النشرة، أهلا بكم. دعا القيادي في تحالف القوى النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل المحكمة الاتحادية لإنهاء الفراغ الدستوري في البلاد منذ 7 أشهر بسبب الاختلاف السياسي على عضويتها، موضحا أن المحكمة الاتحادية هي صمام الأمان في البلاد، وبالتالي فإن عضويتها تتطلب دعما دستوريا وكفاءة مهنية وحيوية إضافية بما يعزز الاستقرار على مختلف جوانبه. هذا وأكد الدكتور أبو مازن أن استقلالية القضاء تمثل الرهان الأكبر بتعزيز السيادة وترسيخ الأمن وضمان حقوق المواطنين.